أيها الزائر المؤمن، كيف تستحضر الإمام السجاد عليه السلام معك في زيارة الأربعين؟ وأنت تسير بخطوات واثقة من أي مكان تنطلق فيه باتجاه قبر الإمام الحسين عليه السلام وتلتزم باحترام الآخرين، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في وقاره. وأنت تسير وتقرأ آيات من القرآن الكريم وتلتزم بأوقات الصلاة، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد عليه السلام في عبادته. وأنت ترتدي ملابس طاهرة وتحافظ على نظافة الطريق، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد بطهارته. وأنت تغض البصر وتبتعد عن الأماكن المكتظة بالنساء، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في شرفه وعفته. فبادر الآن واستحضر الإمام السجاد عليه السلام في شخصيتك، وكن مثالاً وقدوة للرجل الحسيني الملتزم أمام العالم.